يلا يا بت فتحية، ابوك يجرب يعاود، مش لازم يشوفك لا يقطع خبرك. الله يسهل لك طريقك بعيد عنيني. تقولي ايه لابويا عاد؟ هقول ايه لابوك يا عاد؟ هقول له بنتك هجت وسبت الدار. ماشي ماشي يا مرت ابويا. ولا تحب اقول له بنتك عشقاني وحبلة كمان؟ يا وليه يا مفتري، انت تعرف ان انا لا حبلة ولا عشقاني، وعارفه ان اللي نبني نبني من تحت راسك انت واخواتك الطلوقه. طب قفلي قفلي على الحديد الماسخ ده. ماسخ حديتي دلوقتي بقى ماسخ؟ هو الحاج يزعل؟ حق حق ايه يا ام حاج؟ حق ايه؟ حق ربنا، حق ربنا اللي ما تعرفيهوش. بقول لك ايه، خدي عنوان الناس اللي هتدلي حداهم. ابويا يعرفهم؟ لا يا ناس، لو يعرفهم هيعرف يجيبك. ويلا همي قبل ابوك ما ياجي ويطربقها على دماغ الكل. غاري ماشي همك، بس لازم تعرف اني ماشيه من هنا بخطري، ماشيه عشان مش طايقه اشوف خلقتك العفشه. رجالة رجالة ترجعي. وعد مصر، وعد مصر، وعد مصر، وعد مصر، راح مصر. ايوه. هتحطها فوق ولا الحجري؟ لا على حجري. طب يلا اطلع يلا يلا يا اسطى. شاشة يا اسطى، عايزين نمشي. خلاص اهدى شوية. هم شوية يا خوخة، القطر هيفوت لي بيه. بلبس الواد يعني خرجوا عريان يعني؟ خلي بالك يا شوقي، زي ما قلت لك ووعيتك، اوعى البط يخرج بره، انت فاهم ولا لا؟ ما تقلقيش يا لواحظ، انا عايزك تحطي بطنك بس، مش قادر البطيخ صيفي. صيفي؟ انا ما اخدش منك الا كلام، كلامه بس. ما انا طول عمري بسمع كلامك. تسمع كلامي؟ انت يا زفت يا اللي جوه. يا بنت بطلي الكعه وتعالي القطر هيفوت. طب والمصحف الشريف؟ لو القطر فاتنا انا ما انا مسافره الى سنه جايه. ايه رايك بقى؟ ولا سنه جايه ولا سنه فاتت، انا جيت اهو. جيت اهو؟ كنت بتعملي ايه يا بنتي كل ده جوه يا بيت؟ كنت بلبس الواد يامبا. بلبس الواد؟ لا لا، اقول لك انت بتعملي ايه؟ واقفه قدام المرايه عماله تستبسبي، حكم انا عارفاكي طول عمرك ميصه وميعه. ربنا يتوب عليا من لسانك اللي زي المبرد دي. اتفضلوا قدامي يلا. يا لك اتكم الخوت. سن تك تك من الرمش اللي تحس سل حلاوتك. هو ده الكلام؟ اوبا هو ده. فينك يا اكل؟ فينك يا زمن؟ فينك يا زمن؟ فين الهم؟ بيت يا وزة الواد صاحي. انك تولع وزة وسنين وزة بجد وزة. اعمل له ايه يعني ياما؟ الله تعالي يا بنتي عشان ترضعيه. هو اصلا نحن ينام عشان يصحى؟ ارضعه منين يا اختي؟ يا بنتي تعالي رضعيه. سنين عليا وعلى سنين السودة. فين؟ فين الزفت؟ هو انت اللي زفت. خدي يا بنتي ساكت. تعالي يا ابني يا حبيبي. معلش ارضعك منين بس؟ ارضعك منين؟ ما انا صدري فيني من كتر الجوع. هسيبني اخد لقمه. ازيك يابا عامل ايه؟ عامل ايه؟ شفت يابا الواد عمال يعيط من كتر الجوع.
جعان ده الواد بيشتكي. انت فاكراه بيعيط؟ بقول لك ده لما ماما فوش غذاء الواد بيفرفر وانا قربت اكاكي. انا مش عارف الحقها على مين ولا مين ولا مين. ايه ده؟ بطاطس بتنجان؟ يا رب امتى بقى اشم ريحه زفر. بقول لكم ايه يا بار يا اللي هنا؟ بقول لكم ايه يا حوش اللي هنا؟ انا جاي اقل ساعتين وراجع القهوه تاني. هينفع في البيت الاسود ده ولا ارجع القهوه اقل ساعتين على اي كرسي؟ يا ساتر يا رب. اعوذ بالله اعوذ بالله. معلش يا ابني. بيتي يا وزه. نعم. خد ابنك شويه بره لحد ابوكي ما يروح في النوم. يعني هو لو طلع بره هيسقط من العياط؟ ما جوه زي بره، الحال واحد. يا بنتي ما تقومي يلا، يلا يا اختي اتحركي شويه. الله يما في ايه؟ يا بنتي قومي، ابوك عايز يقيل شويه. جميل عليا وعلى سنين السودا. مسك السودا، يلا يا اختي اتحركي. يا بنتي اتحركي شويه يا بت. حاضر يما. حاضر. الله. بطنك. معلش يا حبيبي. يعني آه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابوك رجع؟ اه يا عم ميمي رجع من الشغل. تعالي مد ايدك كل افطاري معايا. خدي انا جايب اكل بزياده. تشكر يا عم ميمي. انت ايه مطول عند ابوك ليه كده؟ لا انت ما تعرفش اللي حصل يا عم ميمي. لا عارف، بس انا قلت احتمال الحال يتعدل وترجع بيت جوزك. يا لهوي متعدل ده ايه؟ ده انا ما صدقت اخد ورقتي وكل واحد يروح لحاله. الهي يكحمه مسرح ما راح. يا ساتر، ساب لك الواد كده عادي؟ هو ده تفرق معاه عيل؟ ده حتى ما كلفش نفسه يلف وشه يبص في وش العيل. يا ساتر، ولا يهمك يا وزه، بكره ربنا يعوضك خير ان شاء الله. يعوضني ده ايه بس؟ والله العظيم انا ما صدقت اخد الورقه بتاعتي وكل واحد يروح لحاله. ليه يكحم الرجاله كلها؟ قطعوا. لا مؤاخذه والله ما اقصد، انت غيرهم. بس انت يا اخويا ما تعرفش انا شفت ايه معايا ايام سودا. شفت امك كانت بتحكي لي كده بساعات كده. صباح الخير يا ابو مين. صباح الخير يا ام منى. جبت الشغل جديد؟ اه لسه جاي امبارح. حظك اهو. لو هو ده اللي طلبته منك يا ابو ميمي؟ ما انا لازم افرجك على كل حاجه عشان احتمال حاجه تعجبك لمنى يا ام منى. لا انا همشي ولما اجيب الشغل اللي طلبته منك ابعد عليه. او ابعتي منى. كملي اكلك يا وزه. لا تشكر يا عم ميم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. طب اتفضلي استريح. ساميه زمانها جايه. اصل انا بطشيه في المستشفى. اتفضلي يا عود. شكرا يا عسل انت. ده انت اللي عسل. طب والله عسل. يا رشا. ما تخليكم مؤدبين شوية، عندنا ضيوف. طب ما تيجي معايا الأوضة تسمعي لي الدرس. أصل أنا ما بعرفش في الجراية. تعالي وأنا أعلمك. تعالي لبابا، حبيبة بابا. حبيبة بابا رشا، أمورة بابا رشا، حبيبة بابا رشا، أمورة بابا رشا. ده هو الضغط بتاعك. أو النبي يا سامي، أحسن أنا حاسس إن الضغط عالي قوي عليا ليلاتي. ما هو باين. وأنتِ بقى يا حلوة، بتعرفي إيه في شغل البيت؟ حاكم همة موصياني عليكي وباين عليها بتعزك قوي. تقصدي إيه في شغل البيت؟ كنس ومسح وغسيل وطبيخ وترويق وتلميع وحموم العيال وتفليتهم. والله في حاجة تانية في شغل البيت أنا معرفهاش. حيلك حيلك. ده مش شغل بيت، ده شغل خدامة. خدامة؟ لا إله إلا الله، أنت هتقوليني كلام ما قلتوش ولا إيه؟ ولا كش بكلم السفيرة عزيزة وأنا مش واخدة بالي. بقول لك إيه يا فتحية؟ ولا تحب أقول لك يا توحة زي حبايب القلب؟ أنت حبيبتي هتشتغلي هنا باللقمة وبالمتوى. ولا تكونيش فاكرة إنك في كلوب الحسين. ولا تحب يعني أقول لك على المفتشر؟ خلاص خلاص، لا تقولي ولا أقولك. أشجان بنتي. أشجان ازاي؟ بنتي يا وزة عاملة ايه؟ يخرب بيت سنينك يا بت، انت هنا من امتى؟ بقالي اسبوعين. ألا صحيح يا بت انت اتطلقتي؟
يا اختي بعد عذاب، عذاب في الجواز وعذاب في الطلاق، الا هيكحموا مطرح ما راح. يا اختي قطيعه، كل الرجاله كده بلا هم. بس برضو يا بنت كنت صبرتي على حالك شويه، هو اربع حيطان برضو لمينك من هم الدنيا. يغور من وشه في 60 ده. المهم يا بنت قولي عامله ايه في حياتك وعامله ايه في الشغل؟ يا اختي زي ما انا اهو بحطت ايدك. وانت لسه بتشتغلي دلاله مع ميمي؟ هو هيروح مني فين يعني؟ طب بقول لك ايه؟ هو الشغل معاك كويس؟ انت عايزه تشتغلي يا بنت ولا ايه؟ ونبي يا اختي بفكر، الواد منعم مش عارفه اكله منين. إيه؟ طب ما تيجي يا بنت للواد ميمي، ده ما هيصدق تطلبي منه حاجه، هو بيدور على بنات جديده. والدنيا معاك كويسه؟ مفيش اسهل من كده، بتستلمي منه البضاعه وبتمضي له عليها، واخر الليله بتسلمي الباقي وبتقبضي. بس مفيش حاجه تانية؟ يا اختي هيبقى في ايه غير هم الزباين وقرفها؟ ما كل شغلنا وليه قرفها؟ اشجان، انت فاهمه قصدي. بصي هو ما يمنعش يعني ان انت تروحي تستلمي منه البضاعه في المخزن. يعني ايه؟ مالك يا بنت؟ عامله لي كده ليه؟ شايفاني صادق ايه؟ بذمتك انت نفسك سمعتي عني حاجه بطله؟ ده انا الحته كلها تشهد بسمعتي. يا بنت سلكي امورك وماشي دنيتك. وبعدين يا اختي ما تخافيش، ده كبيره بس يدلدل رجليه في الميه، يا موكوسه ما بيعرفش يعوم. يعني امان يعني يا بنت اشجان؟ يوه ما حسساني يا اختي انك بنت بنوت ما اتجوزتيش قبل كده. يا بنت سلكي امورك. لا اله الا الله، ماشي امورك، خليها تمشي، خليها تسلك، اتكلي على الله. ربك يسهلها يا رب. هفكر في الموضوع واجي. خلاص استناك. هعدي يا اختي. بالسلامه يا حبيبتي. بالسلامه. فين الحاجه اللي قلت لي عليها اشجان؟ حاجه ايه؟ ثلاث جلاليب حريمي اللي قلت لي تبع ناس معرفه وما تأيدهمش واجيب لك فلوسهم النهارده. جرى لك ايه يا مين؟ انت بتاكل تطور يا راجل انت. انا مش قايله لك ان الست مكلماني وقايله لي ان هي هتأجل القسط بتاعها وانا اللي ضمنها. بقول لك ايه يا اشجان، مش عايز اوعى على الصبح. جرى لك ايه يا مين؟ هي دي اول مره نتحاسب. انا مش عايز الاقي اخر الشهر عجز واجي ادور مش عارف منين. يا راجل انت برضو بتاع عجز، انت هتغلب، ما انت في الاخر هتطلعه مننا احنا. شفت اديك خدتني في دوكه. ده انا جايبه لك خبر حلوه حلاوه، مش بس تديني عليه حلاوه، ده انت تجيب لي محل حلويات. اكيد خبر زي وشي. زي وشي مقبوله منك يا مين، بس لما تسمع الخبر هتعرف ان وشي زي القمر. البت وزه مالها؟ عايزه تشتغل عندك. وحياة دينك. حلو ولا مش حلو؟ ده حلو زي العسل كمان. يا بنت الايه؟ انت كانت عندي انا امبارح ما جابتليش السيره. الصراحه البنت قلقانه منك. وانت قلت لها ايه؟ عيب عليك، ده انا نص بنات المحل من عندي. عارفه يا اشجان؟ ليك عليا اليوم اللي هي هتشتغل فيه هديكي نص هديكي ربع الشغل كله ببلاش. هنشوف بكره، بس النص مش الربع. السلام يا ميمي. ثلاث جلاليب حريمي بقى. ها؟